سيداتي يعني ساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والهدف الأول للنادي، أنا لم أكن أعلم أن أنا معلق هذه المباراة، أنا كنت لسه معلق جديد، وكان الأباطرة الكبار كابتن حمادة رحمة الله عليه، كابتن ميمي الشربيني، كابتن محمود بكر، كل دول كانوا هما بياخدوا الماتشات القمة. مين مدحت ده اللي هياخد ماتش القمة؟ فأنا عادي جدا مش في دماغي الموضوع خالص. وبعدين كنت رايح التلفزيون أخلص بعض الأمور، فجأة لقيت السيدة وفاء فاضل قدامي، كانت هي مديرة البرامج الرياضية، قالت لي أنت فين؟ أنت مروحش الاستاد ليه؟ قلت أنت المعلق يا بني. أنا سمعت كلمة أنت المعلق، أنا ما شفتش. أزحت من العاشر للدور الأرضي، بقيت أخد البسطة ست سلالم في ست سلالم. نزلت تحت، كانت عربيتي في الجراج سبتها، أخدت تاكسي، نزلني على ناصية الاستاد من بره. عملت سبرنت من بره لغاية جوه، وصلت قبل المباراة أقول لك إيه، مفيش 10 دقايق من عند ربنا. بالليل روحت البيت في السكوت كده، نزلت أشتري حاجة من سوبر ماركت كبير. بمجرد ما دخلت كان في مجموعه ولاد وبنات بيشتروا يسهر حاجه جماعيه او حاجه زي كده. اول ما شافوني انا ودني بقى ايه لقطه، ده بتاع بيبو بشير اهو. فهمت ان بيبو بشير علمت،